السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء إخوان، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة، نتوما والأهل ديالكم. أعتذر إخواننا على عدم هذا الحضور ممكن في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا لأن قلة الوقت. ما كرهتش بزاف الإخوان كيسولوني كيقول لك أمين ما تنساناش ولا ديرنا فيديوهات ولا فتينا ولا شي حاجة. أولا كنقول للإخوان راه حاولوا تقلبوا في القناة ولا هذا، لأن المواضيع راه سنة على سنة راه كتكون نفس المواضيع، يعني راه بعض المرات كتكون إجابة على بعض الأسئلة اللي كيطرحوا الإخوان راه كتكون في بعض الفيديوهات اللي درت. وثانيا كما قلت أعتذر الوقت، راه ما كرهتش أنا نبركت أنا وندير الكاميرا ونبقى أنا نهضر ونبقى ندير فيديوهات ولا هذا في فيسبوك. اللي عنده الوقت الله يسخر ليه، احنا لا تكفينا غير مع الخدمة ومع الطيور، حتى الطيور على قد الوقت اللي عندنا راه كنعطيه لهم، هذاك الوقت الخاوي راه كنعطيو لهذاك الطيور باش ياكلوا ويشربوا بينما بدا الموسم ديال التزاوج. اذا على هاد النقطة هذه ديال موسم التزاوج، بزاف الاخوان اللي ممكن دابا بداو كاين بعض الاسئلة اللي طرحات، وكنحاول انا كما العادة نحاول ندير فيديو على اساس انني نحاول نجاوب الاخ ولا الاخوان اللي طرحوا السؤال، لكن ممكن باش تعمل فائده وصافي. رغم انني كنظن راه فايت هضرت في هذا الموضوع يا اما مباشره في فيديو خاص يا اما عبر مواضيع اخرى تطرقنا لهذا الموضوع هذا ديال التزاوج وديال كيفاش نديروا نبداو نطلقوا الكوبلات مع بعضياتهم. السؤال اللي كاين هو واش كنستعملوا الطريقه ديال العزل ديال الذكر على الانثى، هو لا يشوفها ولا ما يشوفهاش، واش نخليو الانثى في القفص ديالها ونجيبو الذكر ندخلو عليها، ولا نخليو الذكر في القفص ديالو ونجيبو الانثى ندخلوها. السؤال الثاني اللي تطرح هو من بعد ملي كنطلقو الطيور وكيخرج البيض خاوي في التفريخه الاولى، واش نخليو الطيور مع بعضياتو على اساس انهم ممكن في التفريخه الثانيه يكون البيض عامر، ولا اننا نفرقوهم ونبدلوا الذكر ونبدلوا الانثى. هادو اسئله اللي ممكن اعتذر الاخوان اللي عندهم خبره، وهذا راه فيديو ممكن ماشي متجه لهم، لكن حنا كنحاولوا نتقاسموا غير الخبره ديالنا بحال العاده. راه كنقولها ماشي الطريقه اللي غادي نشرح دابا انا ولا اللي عندي كنخدم بها راه هي اللي خاصها تدار، ماشي هي الطريقه المثاليه. كاين كل واحد على الطرق ديالو، المهم هو توصل للنتيجه، المهم هو تكون عندك في الاخر سنه او الاخر موسم تزاوج تكون وصلتي للاهداف اللي انت حطيتي، ماشي اللي حط لك شي واحد اخر ولا حط لك نبيل ولا حط لك الى اخره. اذا توكلوا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للتزاوج حنا ما نهضروش على تحضير الطيور، لان الموضوع حتى هو ممكن راه هضرت فيه ونقدروا نرجعوا نقلبوا في الارشيف على هذا الشيء، لكن حنا نقولوا حنا وجدنا الطيور. زعما ملي كنقول وجدنا، حنا كنعرفوا الطيور باش انها تخدم خاصها واحد الشروط، منهم الاضاءه، منهم الاكل، منهم الصحه، منهم تغيير الريش اللي يدوزوه والراحه اللي يدوزوها. هذا جوج فترات اللي هي مهمه جدا قبل ما تجوز فتره التزاوج، فتره غيار الريش وفتره ديال الراحه. كما قلت الاضاءه خاص تكون عندك 13 ساعه ونص ديال الاضاءه على الاقل، كنهضر على الكناري تقدر تكون 13 ساعة تبدا راه ماشي مشكل، و 13 ساعة ونص راه كتكون الأمور مزيانة. بالنسبة للصحة خاص الطيور يكونوا صحاح، ماشي نجيو بطيور مراض ولا طيور كنداويهم كيوقفوا كيعاودوا يطيحوا، كنداويهم كيوقفوا كيعاودوا يطيحوا، هذوك الطير راه ما تقدرش تعول عليه، ما كيعنيش أنه ما يخدمش، النسبة ديال الخدمة أنه غيخدم راه قليلة بالنسبة للطائر اللي صحيح اللي داخل الموسم بصحة جيدة. كاين النقطة ديال الطيور واش مبدلة عندك ولا لا، واش الطيور جاية من برا، زعما من برا للفاج عندك، من برا البيت الطيور ديالك. إلا كانت الطيور جاية خارج البيت التربية ديالك ديال الطيور، الحدود حتى هي راه كتكون أقل من الطيور اللي كانوا زايدين عندك ومبدلين عندك وموكرين عندك. كتبقى مسألة منين جايين، واش جايين من بلاصة اللي هي بحال بيتك زعما نقية وفي صحة جيدة واحترم ليهم مولاهم اللي باعهم ليك اللي خديتيهم من عنده، احترم هذاك الموسم ديال فتره طرح الريش والراحه وعطاهم ماكله مزيانه حتى وصلوا عندك انت،
الريجيم اليمونتير ديالهم ما خصوش يكون مغاير على الريجيم اليمونتير اللي عطيتهم انت، ولا كان مغاير حاول ديرو تدريجيا ماشي تبدل عليه هو كان كياكل غير الزوان تجي تدخل تطيح الميلونج او العكس. ساعات الاضاءه كذلك، ماشي السيد اللي باعهم ليك في شهر واحد كانت عنده 13 ساعه دخلتي انت عندك درتي ليهم 12 ساعه راه يدخلوا للبداله ما عادش يخدموا، خصك تسناهم حتى يخرجوا من البداله ثاني عاد يبداو. اذا حاول هاد المسائل حنا كنقولوا دابا غير كتذكير ماشي هو هذا الموضوع، حنا غنوصلوا ان احترمنا هاد الشيء كامل وجينا دابا عندنا الذكور مع الاناث، بغينا نعزلوا الذكور مع الاناث. قوسين اخرين لكن ماشي الموضوع، نقولوا حنا راه عرفنا شنو غنعزلوا. هاد الذكر كيواتم واليه سميتو كيوالم هاد الانثى هادي كيكمبليتيها كيكملها، لان كما كنقولوا حنا دائما خاصنا على الاقل في الكناري بعدا اننا خاصنا نحاول نقلبوا على الزوج اللي غادي يكمل الزوجه اللي غيكمل الانثى، الذكر اللي غيكمل الانثى. نفرض حنا هاد العمليه درناها حتى هي كتختلف من عند شخص لاخر، لان كاين اللي كيخدم ممكن الدم ديالو هو ما عنده حتى شي دم براني لان عارف المسائل ديالو حاكمه، كاين اللي غادي يجيب دور جداد خاصو يعرف هذاك الجينات اللي كاينه لداخل ما كيشوفهاش في المره الاولى، ما كيجيب دور ما كيشوفهاش، اذا كيحاول انه ما امكن انه يتبازا على الشكل الخارجي على الفينوتيب ديال الطائر وانه غادي يعطيه واحد الانثى اللي كتكمله. طبعا كيبقى الكوبل تحت المراقبه في الاولاد ديالو في التفريخه الاولى والثانيه والثالثه، ومن بعد كنشوفوا العام المقبل كنشوفوا ان داك الذكر اللي جبنا من برا والانثى اللي جبنا من برا راه فعلا راه مزيانه ولا ما مزياناش. اذا هنا كما قلنا هذا قوس هو ديال اننا حسبنا قرينا قلبنا كومبليتينا الزواج اللي عندنا، دابا عندنا ذكر وانثى. واش ندورو؟ واش نخشيهم في القفز بجوجهم ونفرقهم؟ واش نخشيهم في القفز ونخليهم مع بعضياتهم تيولفوا بلا ما نسيباريهم؟ واش نخشيهم في ندير الذكر بوحدو في القفص والانثى مع الاناث في الفولير، او العكس ندير الذكر برا في قفص بوحدو والاناث كل وحده في القفص ديالها؟ هذه مسائل كتبقى كتختلف من مربي لمربي. اذا لكن كاين بعض المسائل اللي ما خصناش نوقعوا فيها، اخطاء اللي ما خصناش نوقعوا فيها. نجيو نطلقوا الذكر مع الانثى في قفص في شهر واحد وحنا غادي كنزيدوا في الاضاءه باش نوصل 13 ساعه كما قلنا، لان شهر واحد راه ما كناش 13 ساعه، حنا المسائل عارفينها كما قلنا. شنو غيوقع؟ شنو يقدر يوقع؟ يقدر يوقع ان هذاك الذكر يوجد قبل من الانثى ممكن، او العكس على حساب الطيور من جايه كيديرها امتي، راه كاين الذكر اللي كيوجد قبل، كاين الانثى اللي غتوجد قبل، رغم ما كنقولوا حنا الاناث راه كتوجد دغيا، لكن كاين الذكور اللي كتجيب يقدر يجيب ذكر انت من برا يكون واجد، كما قلت ولا السيد عنده 13 ساعه جبتيه هايج تلاقتيه مع نتوما في نفس القفص ما فيش سيباراسيون هي ما موجوداش، اش غيوقع؟ العراك مضاربه يعني يقدر كاع توصل لانه يقتلها ولا تقتلو على حساب الكاركتير ديال الطائر وعلى حساب على حساب الجهوزيه ديال الطائر الذكر ولا الانثى. اذا الذكر لا كان موجود وما كانش سيباراسيون راه غادي يمشي يقلب على الانثى، هي ما موجوداش ما باغاش راه غادي يبقى حتى يولي عندك مشاكل تما. اذا هذه نحاولوا نتفاداوها ما امكن، الا كنا عندنا طيور كامله موجوده كتبان لنا في بلايصهم فين ما انت حاطهم في الفوليره ولا حاطه في اقفاص كتبان لك موجوده، بغيتي تهز ديك الساعه الذكر الانثى اللي عزلتي انك كونتيهم بجوج مع يخدموا عزلهم ولوحهم، ديك الساعه راه يكونوا موجودين بجوج، ديك الساعه لي ريسك غيكونوا اقل انهم يضاروا بعضياتهم. ندير الذكر بوحدو في القفص ونخلي الاناث في الفولير ممكن، شنو الشرط اللي خاصك؟ خاصك اقفاص ممكن لنفرض غتخدم 30 كوب، خاصك 30 قفز غدير فيها 30 كوب، والاناث فين غديرهم؟ غتجمعهم كاملين ولا غتخليهم تما كل انثى بوحدها؟ الا كل انثى بوحدها ولا خاصك 60 قفز؟ كنهضر زعما دير الذكر في قفص كامل ديالو 60 سنتيمتر ولا 50 ولا حسب انت فين كتخدم، زعما الديريتوار ديالو كامل يكون في هذاك القفص ما يكونش مقسوم، حنا جايين هاد لوبسيون ديال اننا نقسمو، دابا كنهضرو في قفص كامل، الا درتيه بوحدو اذا خصك عندك اناث فين غديرهم؟ المشكل اللي غيقدر يطرح هنا هو الاناث، انهم الا بداو كيوجدوا غادي يبداو ينتفوا في بعضياتهم على اساس انهم باغيين يصوبوا العش، وانت الذكور باقيين ما وجدوش لنفرض. كتولي تلقى الانثى مكرفسه ومضروبه
وتقدر تكون بعض المرات كاع محقوره لانك كتكون واكله العصا من عند الهلال الاخرين ما كتاكل ما والو انت وليتي في الطائر ولا الطائره اللي هي غير في الصحه ديالها ماشي مزيان. اذا باش تبدا الموسم معك باش تبدا الموسم معك راه تبدا بواحد الطريقه اللي هي ماشي مزيان. العكس واش ندير الانثى في قفص ديال 60 ونخلي الذكور معزوله؟ الذكور ما تقدرش تعزلها تخليها في هذا الوقت ديال التحضير ديال الطيور ووقت ديال التزاوج، ما تقدرش تخلي الذكور مع بعضياتها غتقاتل لان هي كتهيج وتقدر تولي مشاكل. واش غتخلي الذكر بوحدو في اقفاص بوحده؟ الا عندك ثلاثه الكوبلات غتخدم ثلاثه الكوبلات ماشي مشكل، دير كل انثى في قفص ديالها ديال 60 وخلي الذكر في الصغيور وحطو قدامها ولا حطو كاع في بلاصه اخرى ماشي مشكل، حتى يهيجو كان مزيان والانثى حتى هي توجد وديك الساعه تطلقوا عليها. لكن ملي كيكون عندك 30 كوب الا جيتي تبغي تقفز كل ذكر بوحدو راه خاصك 30 قفص فردي ديال الفردي. اذا هنا راه كتولي عندك المساحه خاصك والعمل ديال التنظيف ديال الاقفاص الى اخره. الحل الاخر اللي كاين هو اننا نديروا سيباراسيون بيناتهم بجوج، سيباراسيون يا اما مرئيه يا اما ما يشوفهاش كاع. انا بالنسبه ليا شخصيا حنا غنهضروا على طريقتي ديال الخدمه، ولكن الراي ديالي انا بالنسبه للشوفان ولا ماشي شوفان في الكناري ما كاينش مشكل انه يشوفها، ماشي ضروري خاص داك التشويق وداك الشيء. يعني وجهه النظر ديالي انا ما كان علاش مره اخرى راهي صحيحه اللي هو كيامن ولا هذا داك الشيء ديال التشويق وهذا الله يسخر فهمتي. دابا اللي بغيت نقول ان الطيور انها من كتكون كتشوف بعضياتها، ولكن مهم جدا انها ما تكونش كتشوف طيور اخرى اللي هي في القفص مجاور ديالها. علاش؟ كاين دابا اللي الطيور اللي ماشي مشكل انها تشوف انثى اخرى، ذكر يشوف انثى اخرى ولا انثى تشوف ذكر اخر، لكن كاين الطيور اللي ملي كيشوف ذكر كيشوف انثى اخرى في قفص اخر كيهيج على ديك الانثى وكيخلي الانثى ديالو، او العكس الانثى ملي كتجاوج ممكن عبر اقفاص مع طائر اخر تقدر تبغي لك هذاك الطائر اللي بعيد عليها اللي ماشي في القفص ديالها وتخلي هذاك اللي في القفص ديالها ما تبغيش تجري عليه وتضربه الى اخره. اذا هنا شنو خصنا نديرو؟ على الاقل ماشي الفرق ضروري بين الذكر والانثى ديالو، لكن الفرق بين كوبل وكوب مرئيا ما نشوفوش ما يشوفوش بعضياتهم. هذه وجهه نظر ديالي انا وخدامه عندي انا. كتبقى مساله ديال الفرق بين الذكر والانثى، انا كنشوفها احسن طريقه انك دير الذكر مع الانثى ديالو. اولا علاش؟ لان ملي كتكون كتكون الازواج كتحط زوج حدا الزوجه ديالو الذكر حدا الانثى، كتبقى تلاحظ تراقب في هذاك الاسبوع ولا في اسبوعين كتشوف واش هذاك الاختيار ديالك مهم او لا، واش زعما مزيان درتيه مزيان ولا لا. لان الطيور بعض المرات كتكون انت شفتيها بواحد العين كيدوز عليها شهر ولا هذا كتشوفها بعين اخرى. ملي كتشوفهم انهم متكاملين جسديا غنقولوا ولا جينيا عيبقى ديك الساعه بيناتهم راه كتبقى تراقب كيقدروا يبداو يتواكلوا كيقدروا يتزاوجوا عبر السيباراسيون كيبداو ياكلوا بعضياتهم ولا ولا مهم بدا كيبانوا لك راهم فاهمين. كاين اللي عيبان لك يتضارب ماشي مشكل عبر الحديد راه ما عنده ما يدير لها راه غيبقى يهيج عليها ولا هذا، لا هو هيج كثر غيبغي يهيج كثر راه غيبقاو يضاربوا بعضياتهم ماشي مشكل. النقطة الإيجابية في هاد القضية اللي كنفرقوا بعض المرات شنو كيوقع؟ كنكونوا هازين نتوا حاطين على أساس نتوا كتولي ذكر، حيت إلا كنتي حاطة وسط الإناث ولا خفز كبير فولي راه ما تقدرش تراقب. إذا ملي كتكون حاطة بوحدها تقدر إلا كانت ذكر أنت غلطتي فيها كتبان لك كتبان تغني كتبان تهيج على الذكر اللي حداه، اذا ديك الساعه كيبان لك راك غلطتي كتهزها وتبدل دير نتوا اخرى. اذا هذه ايجابيه من الايجابيات اللي كنكونوا زعما نقدروا نستافدوا منها ملي كديروا سيباراسيون في نفس القفص. كتبقى مساله ديك الساعه ديال انك درتي داك الشيء قسمتي درتي فرقتي كيجي ساعات اذا انت غادي طالع وصلت 13 ساعه كتبان لك الانثى كتقدر ديك الساعه امتى كتبان لك الانثى واجده يا اما بدات دير القنب في القفص بلا عش ولا شتيها كتلعب به وشتيها كتهزو كدير هذا ديك الساعه بغيت تعلق لها العش علق لها العش. اذا هي موجوده راه غادا تبان لك مشات كتهز القنب وكتمشي تصوب العش. الخطا اللي كنوقعوا فيه هو اننا كنديروا بعض المرات الاعشاش قبل الوقت كيكونوا الانثى باقي ما وجدوش كيبقاوش كيديروا كيوسخوا في العش. هذه الا كانت الانثى بوحدها مسيباريا، الا كنا طارقين الذكر مع الانثى كما قلنا في لوبسيون الاولى ولا الثانيه
كيكونوا بعضياتهم كدير العش تذكرته هو كيبقى يمشي يخرب في العش ويبقى يبزق في العش الى اخره هو كيوسخوا لان باقي ما موجودينش. اذا علاش انا كنقول راه مزيانه الطريقه اننا نفرقوا هو انا على الاقل كتكون غير الانثى مع العش ديالها ديك الساعه انت كتشوف كانت الانثى كتجمع العش كتدور العش راه تخلي لها كانت باقا كتلعب ما مسوقاش ليه كتبزق فيه هذا حيد لها العش خليها تكون توجد وعاود رد لها العش اون فوا كطيح العش كتبان لك كتبدا تجمع ولا هذا ديك الساعه راه كتحيد سيباراسيون كتخلي الذكر مع الانثى. هذه النقطه باش اننا ما نتعطلوش في هذه النقطه. هذه النقطه. السؤال الثاني وهو ان البيض خرج خاوي. البيض خرج خاوي كاين بزاف العوامل كيما قلت قبيله الذكر باقي ما موجودش الاناره ما كافياش ما مفاهمينش بعضياتهم الى اخره. يقدر يكون عاقر ولكن راه النسبه ديال الطير عاقر راه قليل ماشي زعما 80% ديال البيض خاوي كيكون من الذكر. تقدر تقول انت ماشي في صحه جيده كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك شنو ندير واش نحيد العش الانثى ونخليها توجد التفريخة الثانية. اذا حيدنا العش دغيا وخلينا الانثى ناضت راه 5 ايام ولا 10 ايام راه تقدر تعاود توجد. اذا واش الذكر في هذيك 10 ايام غادي يكون اكثر وجودية تما السؤال كيتطرح وانت خاصك تجاوب عليه. إذا كنت تيبان لك الذكر راه جاي وعيوجد في 10 ايام حيد ليه العش. إذا بان لك ان الذكر راه باقي ما واجدش لان انت كتشوفو ما كيغنيش كتقلبو وكيبان لك داكشي باقي ما كاينش ما موجودش ملي كتصوت عليه رايي خلي الانثى باركه في العش ديالها ياك بيضات بيض خاوي خليها باركه خليها قارقه راه تقلق 14 يوم. علاش؟ لان ما غتخليها 14 يوم راك ربحتي 14 يوم ومن غتحيد لها العش كما قلنا قبيله 5 ايام ولا 10 ايام انت ربحتي 20 يوم ولا 25 يوم وديك الساعه راه الا كان الذكر باقي خاصو شويه راه غيكون موجود. هادشي كنهضر على ان المشكل كان في الذكر باقي ما موجودش. الا كان شي مشكل اخر ان كيبان لك الذكر مريض ولا ما كيغني ما والو ديك الساعه كما قلت خاصك الذكر تبدلو على اساس ان الذكر خاصو من الاصل يكون صحيح صحه جيده يكون عنده داخل موسم تزاوج بدون مشكل. الى بان لي البيض خاوي وخليت الذكر مع الانثى وعاودوا تفريخه اخرى راك غادي تجرب. اذا كانت تفريخه اخرى كنا محتارمين جميع الشروط اذا الطائر مزيان كلشي مزيان التفريخه الاولى خاويه والثانيه خاويه ديك الساعه التساؤل خصو يتطرح واش الذكر ولا الانثى شنو نقدروا نديروا. نحاولوا نهزوا الذكر نعطيوا الانثى اخرى اللي هي موجوده وممكن اللي هي مفرخه عندك كبيره فايتها مدوزه عندك زعما عارفه كتفرخ. الا خرج جا هو البيض خاوي مع هذيك الانثى والذكر موجود راه كنركز على هاد مسائل الشروط ماشي حيت نبقاو نجربوا نقولوا لا راه ما خدمش وانت الذكر باقي صغير عنده 6 شهور الذكر خصو يكون بالغ خصو يكون واصل على الاقل كيقول لك 10 شهور ماشي تكون انت شاري ما عارفش امتى تزاد هذاك الطائر وبارك خدام به كتوجد فيه الكالسيوم وفيتامين او الى اخره وكتقول راه ما خدامش راه باقي ما لايقش. اذا تما خاصنا نشوفوا نبدلوا كما قلت نعطيو الانثى اخرى. اذا خرجت تفريخه عامره عرف راه ان المشكل يا اما كان الذكر ما موجودش مع الانثى الاخرى يا اما المشكل من الانثى الاولى لان مع هذه الانثى هو فرخ زعما عمر البيض او كنشدوا الانثى ورا جوج تفريخات خاويين كنشوفوا الذكر حتى هو اللي خدام ممكن عمر البيض في بلاصه اخرى كنعطيه هذيك الانثى وكنشوفوا واش فعلا من غادي هو معمر داك الدائرة الذكر خدام بلاصه اخرى غنعطيو هاد الانثى الى عمر معاها اذا راه المشكل ممكن كان في الذكر الاول اللي ما كانش خدام ولا ما عمراتش معاه راه الذكر كيعمر وهايج وكيخدم اذا راه ممكن المشكل في الانثى. ديك الساعه الا كان اختيار في تبدل النتوى ولا تعطيها حد اخر ولا تعطيها فرصه اخرى انها تتزاوج ولا تعطي ولاد. هادشي اللي كاين الاخوان كنهضر هضرت بعجاله كنهضر فيديو قريب 20 دقيقه كنحاول ما امكن نلخص مرة أخرى هذه المعلومات كاملة راه 200% هضرت فيها في فيديوهات أخرين قدروا تلقاوها في لاشين. حاولوا أنكم ديروا التجربة ديالكم راه كنقولها دائما راه ماشي التجربة ديالي اللي كنهضر عليها دابا أنا راه غتخدم لواحد آخر. حاول دير التجربة ديالك غير دون قيد من تخرج تفريخة خاوية قيد إمتى خرجت خاوية مع الذكر فلان فلاني الذكر فلان فلاني خدام بلاصة فلان فلانية النتوة هذه اللي ما عطاتش دابا عطات العام اللي فات باش هذا الشيء ملي تبغي ترجع تحلل تلقى عندك النقاط اللي انت خديتيهم وقيدتيهم. ملي كتكون خبره عندك راك ديك الساعه كتولي كترجع وكتراقب من بعيد وكتقول راني درت ودرت 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 ورا ما خدماتش هذه القضيه وخدمت هذه القضيه ماشي بقى غير ركز على شنو دار فلان وشنو دار فلان. لان بزاف ديال الاخوان دابا كتهضر معاهم كيقول لك لا راه فلان كيدير وفلان كيدير وراه قريت ودرت مزيان
ولكن خصك تجرب احسن، قرا وجرب. اما لقيت غير كتقرا ما كتجربش، راه كتبقى غير قرايه، ما كتبقى غير طيوري، ما كتبقاش لا براتيك، ما كاينش. هادشي اللي كاين الاخوان، ونتمنى ان شاء الله موسم موفق للجميع. ومره اخرى اعتذر، انا دابا كندير لكم فيديو غير في السياره، انا غادي شي الطريق مزيان. بعض المرات ان الصوت ديال الطيور في الستور كيكون مزعج، نتمنى الفيديو يكون واضح والنقطه تكون واضحه. ولا كان تساؤل مرحبا مره اخرى. كنشكركم جميعا على الدعم ديالكم المتواصل. وبالنسبه للاخوان اللي تلونساو في الموسم، بحد موفق ليهم. غادي شويه عليكم، ما تزربوش، ماشي ضروري خصنا نزربو باش نبداو، خصنا نبداو من تكون الامور موجوده. الى امور عندك موجوده في شهر واحد بدا، الى عندك امور ما موجوداش غير شويه، لان شنو غيوقع؟ غتبدا والتفريخه الاولى كامله خاويه. واش غنوليو؟ غنولي بادي انا وياك قد قد، غير هو انا عندي تفريخه في الكونتور وانت عندك جوج تفريخات في الكونتور، اذا تما راه انت الطيور عندك غيكونوا عيعيه. هادشي اللي بغيت نقول انا، صبرا جميلا، وديك الساعه ان شاء الله راه يسخر الله. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.